يا أمل، بقية حياتك في الأربعة أنا ذبحتهم. قتلتهم، ذبحتهم، قتلتهم، ذبحتهم. وحصل ده صعب أوي يا بوس، حاجة تقيلة جامد. كان دايما يتهجم عليا ويضربني وعايز يموتني دايما. بتصل بولادي عادي عشان اصحيهم الصبح العادي بتاعنا كل يوم، لقيتهم ما بيردوش. طيب لقيت عليهم مش عارفة اعمل ايه، بقيت اتصلت كتير قوي، مرة واتنين وتلاتة، لحد ما تقريبا يجي 50 مرة. في وسط الرنات دي هو رن مرتين بس الرنة مش كاملة. بعد كده قال لي انا رد علي قال لي كنت عايزة ابعتلك صورهم. ابوهم اتصلت بجدهم قلت له اطمن على العيال شوفهم فيهم ايه، شوفهم هم فين. راح اليوم في الشقة بتاع اللي هو كان في بيتهم ما لقاهمش، لان طبعا ما بعرفش اتواصل معاه لما بيخرج الساعة 9 الصبح. رجع بقى لي انا مش موجودين. قلت له طب روح شوفهم في البيت اللي هو في حلابة اللي هو حصل فيه الحادثة. بعد كده قال لي مش موجودين، سمع خبط الباب وبنادي عليهم ما بيردوش. قلت له ايوه شوف اي حد ينط يشوفهم جوه. قال لي مش هينفع. قلت له خلاص خلي حد من عيالك معاه المفتاح يجي يفتح ويشوفهم. اتصلت باخوه، اخوه قال لي ده هو بيقول لي ان هم جايين عندك في السكة. فضلنا طول النهار على هذا الوضع. تاني يوم الصبح الساعة 8 9 كده راح متصل بوالدتي قال لها يا أمل، بقية في حياتك في الأربعة أنا ذبحتهم. هو رن عليا الساعة 3:30 بالليل، قال لي إيه ده، هو أنتوا بتطلعوا بمناظرين؟ قلت له في إيه؟ راح قافل السكة. الساعة 8 الصبح راح رن عليا، راح رن على التليفون، رحت أنا اللي رد. قال لي يا أمال البقية في حياتك يا أمال في الأربعة، قتلتهم، ذبحتهم. بعد 5 دقايق راح رنن على التليفون التاني، قالوا أي وانتي، هو انت طالعة بمنظرين وانت غيرتوا الخط؟ عمري بالعمر ما تخيل يا بنتي ان هو يحصل حاجة زي كده. انا عارفة ان هو كان عايز يموتني انا وبنتي واخويا، يعني هو عايز يموتني انا ويقولها عشان هي اللي حامياك وبتروحي لها وبيعها شقتها هنا، ويقول لك ايه بدل هي انت قاعده عند شقه بنتي، انا قاعده عند بنتي اللي قاعده دي عليا، يقول لك بدل هي ايه قاعده عند ده انا هدنور عليها لما بيعها الشقه دي عشان ما يلاقوش مكان هما الاثنين يقعدوا فيه.